السوشيال ميديا شغالة بكل قواها إنه تشكك في صحة الأرقام اللي قاعد تطلعها وزارة الصحة. ماني عارف السبب ليش إحنا مو مضطرين نطلع أرقام إحنا قاعد نشوف قدام عيننا. ما نبي المنظومة الصحية تنهار بالكويت، هذا الشيء إحنا حافظنا عليه وحافظنا عليه بخسائر. الدكتورة أميرة محمد العصفور، رئيس قسم الطوارئ المستشفى الأميري. مرضى الكورونا بحد ذاتهم مرضى يحوشهم التهاب في الرئة وفشل في الأعضاء جدا، يعتبرون من أكثر الحالات عدم استقرار في المركز. أي وباء يتم التخلص منه عن طريق الطب من انتشار المرض. يعني مثلا أعطيك مثال، ليش ما عندنا درن بالكويت؟ في درن بس خفيف، لأن الناس معظم المجتمع مطعم منه. ليش ما نشوف وايد حالات كبد وبائي؟ الدكتور عمر محمد مسعود، اختصاصي تخدير وعناية مركزة، مع تحيات وزارة الإعلام. This is Radio Kuwait. The time is now 8 a.m. Kuwait local time. That's all 500 hours GMT. Kuwait, transmitting on 963 kHz on the medium wave for our listeners in the state of Kuwait and the Arabian Gulf area. Our local listeners can also receive our transmission on 93.3 MHz on the FM band. Radio Kuwait for Foreign Services presents The Call of Ramadan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.